ربنا يجازيك يا خير يا رب، شكرا ويجازي جزيلا. الشيخ خير يا رب يا العالمين. رب. بقول لك يا استاذه، امبارح انا اتصلت بحضرتك عشان كانت مشكله اخويا اللي حضرتك كلمتك عليها، قلت الشيخ محمد ابو بكر. فدلوقتي بس عايزه استفسر ان الولاد دلوقتي سايبين البيت واشتغلوا، هل خوف اخويا ان هم خلاهم ناس محترمه وناس محجبه وبيخاف الله يمشوا يقلعوا الطرح ويمشوا يشتغلوا ويسيبوا بيت ابوهم ويسيبوهم كده، خليتهم مشجعاهم على هذا، ينفع؟ طيب، هو حضرتك كانت متصلة امبارح بتحكي على أب 4 ولاد من ولاده مقطعينه، بالرغم من إن هم الأم كانت متطلقة ورجعت للراجل، لكن الولاد مش عايزين يرجعوا لأبوهم. تقريبا البنات قلعوا الحجاب أو حاجة كده وبيشتغلوا ماضيين في طريقهم ومش عاوزين يرجعوا للوالد. فكان النصيحة والرأي إنه لازم حد يعني يتدخل ولازم يرجعهم وكذا. طيب أنا هسأل حضرتك الموضوع بطريقة تانية، الوالد هنا دوره إيه؟ هو طبعا بيحاول بس هم مش يعني مش عايزين يرجعوا، فهنا الناس مفروض تتدخل، بس الوالد هل له دور علشان يرجع ولاده في حضنه؟ أنا شايف إن الحمل كله أو الأمر كله يرجع إلى الوالد، هو الوحيد اللي المفروض إن هو ينفذ، والوحيد اللي هو يسعى لبناته ويحاول يروح له مرة واثنين وثلاثة وأربعة. وهذا الأمر ليس على الوالد فقط، وإنما على الوالد وعلى زوجته أم البنات اللي هي رجعت مرة تانية، لازم يضغطوا على الأولاد بصورة أو بأخرى دون تدخلات. يعني مش أنا رأيي أنا الشخصي ما ندخلش حد، هو الأب يروح لأولاده وبناته ويقعد معاهم ويتناقش معاهم، والأم كذلك تعمل كده عشان خاطر ترجع البنات تاني لحضن والدهم. طيب انا عايز استخلص من سورة يوسف عبر كده يعني نختم بيها الصورة، ان الانسان صاحب الحق يأخذه يوما ما أيا ما كان، ولا يضيع الحق يوما مهما كان الأمر من أمر مهما طال الأمر. طويلة. إن أسوأ ما يمكن بين الإخوة هو الحقد والحسد الذي يتأتى ما بين الإخوة بعضهم إلى بعض. إن إخوة يوسف عليه السلام حتى لما راحوا له وبعدين وشافوا الموقف ده كله برضو ما زال الحقد في داخلهم والحسد على يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إن سيدنا يوسف عليه السلام لما جه يصطلح رمى كل حاجة ورا ظهره ولا فكر في أي حاجة، قال له لا تبتئس بما كانوا يفعلون انسى الموضوع، قالوا له لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لهم بس ولا تعذبوا نفسكم ولا تعذبوا نفسكم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ودي أفهم منها إن الواحد لما يكون هيصطلح مع أخوه ويصطلح مع أخته ويصطلح مع جيرانه ويصطلح مع أصحابه، لا تثريب عليكم اليوم، يعني ما دام هنصطلح يعني إيه، يعني ما عليكوش حاجه، يعني خلاص يعني ما فيش مشكله، خلاص يعني ربنا مش هيحاسبكم وانا مش هعاقبكم، انا عفيت عنكم. احنا ما دام هنصطلح مالوش داعي نقعد نقلب في الكلام، وان عندنا قاعده تقول لك ان انت لما تحب تيجي تصطلح لازم تطلع اللي جواك كله وتقوله. ما اللي جواك لما تطلعه ممكن يضر التاني ويشيل في جواه. يا سيدي لو انت ناوي تصطلح قول خلاص عفوت عنك، والتاني قول له عفوت عنك، وتصفحوا عن بعض وتنسوا بقى الماضي ما تفكروش فيه. لا تثريب عليكم اليوم، مش كده بس، ولازم انا ادعي لاخويا اللي بصطلح معاه واخويا اللي بيصطلح معاه يدعي لي يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. ده كان ملخص القصه. المهم في الاخر رجعوا تاني، وفي المشوار الرابع رجعوا معاهم ابوهم ومعاهم مرات ابوهم ومعاهم اخواتهم كلهم، ودخلوا على سيدنا يوسف واحتضنوا وخلاص واصطلحوا مع بعض، وقعد مع 24 سنه في مصر، وقال له يا ابني انا لو مت لازم توديني في فلسطين عشان ادفن هناك، ومات هناك ودفن في فلسطين. احنا كده طبعا سيبنا جزء كبير قوي من القصه، لكن خلينا نعمله بقى في مره تانية او في وقت تاني بقى بغير البرنامج. شكرا حضرتك، شكرا جزيلا.